صباح الخير مشاهدينا الكرام، وبحب أتمنى لكم عيد مبارك للجميع. اليوم حلقتنا مثل العادة مقسمة لثلاثة أقسام. أول شيء بدي أذكركم بمسابقة بيري لايت، بعدين بدي أخبركم خبريتي اليومية، وبعدين بدي أحكي كم خبرية على الرياضيين خصوصاً اللي هلأ بلشوا يعملوا رياضة لا يربوا العضل. لنبلش بالمسابقة بيري لايت اللي هي كانت عم تقول أي في أكتر تريبتوفان، مادة التريبتوفان هل هو بالقريدس أما بالسومو، سمكة السومو الطازة طبعاً. وجواب واحد هو المضبوط. مشاهدينا عم تجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف او ار دي اف او اكيد بيري لايت هيلث سنتر، وما تنسوا دائما تتابعونا على الانستغرام رندا دنيا فهد. نحن بكره عنا اسم رابح، اما رابحه ليكون عم يربح من ماكولاتنا الطيبه، وطبعا اللي هي متخصصه لكل واحد حسب هو وضعه الغذائي. بكره كمان رح نبلش بمسابقه جديده اللي هي بتدوم معنا لاسبوع، وكل ثلاثه نحن عنا رابح اما رابحه. خبريتي اليوم اللي رح انتقل لها هي لها علاقه بالمايجرين، اما اوجاع الراس اللي هي كثير قويه. وهون وقتها عم نحكي هذا البحث كان عم يصير على الاشخاص اللي عندهم مايجرين منه كرونيك، مش هو كل يوم كل يوم، ولكن بيصير معهم حادث المايجرين بين مرتين ل 15 مره بالشهر. طيب شو علاقة المايجرين بالقهوة؟ ففي عالم بيقولوا انه القهوة بتريحهم، في عالم بيقولوا انه القهوة هي بتعمل لهم مايجرينز، في عالم بيقولوا حسب الكمية. وبالحقيقة بهيدا البحث بين عنا انه طبعا الكمية هي لها علاقة، مثل بكل شيء بهالدنيا الاعتدال هو سيد الموقف. وبالتحديد هون تبين انه اللي بيتناول 3 لـ 5 فناجين عم نحكي طبعا او اكثر، بس هون الدراسه حددت هيك 3 لـ 5 فناجين ايه عم ياثروا انه يعملوا مايجرينز، خصوصا للشخص اللي هو معرض. حتى بهيدي الدراسه انعطوا هول الاشخاص او شافون انه هن بيشربوا 3 لـ 5 اكواب من القهوه، وتبين انه حتى هن ثاني يوم بيضل عندهم مشكله المايجرين. بينما اللي شرب من فنجان لفنجانين قهوه هيدا الشيء ما سبب المايجرينز. هلا في عالم بيقولوا هو ريحهم، في اشخاص اذا بيريحهم فنجان او فنجانين كثير منيح، ولكن هالدراسه كمان ما بينت انه بيريح. فاذا فنجان لفنجانين هن ما بيضايقوا، بين 3 لـ 5 فنجين مع هن اللي رح يؤدوا الى حدوث المايجرين. هلا انتبهوا كمان نحن فينا ناخذ القهوه او ما الكافيين من مصدر القهوه، اما من مصدر الصودا، اما من مصدر مشروب الطاقه او الى اخره. فهون كمان بدنا ننتبه نحن مصادر الكافيين اللي عم ناخذها. وكمان بدنا ننتبه انه المايجرين معقول يكون سببه عده اشياء غير عن الكافيين، منها قله النوم، الستريس، تناول الكحول الى اخره. بس هالدراسه هي حددت بالتحديد علاقه القهوه. فاذا تبين انه اللي بيشرب بين 3 لـ 5 فنجين بالنهار هيدا الشيء رح يؤدي انه يصير معكم مايجرين إذا كان اليوم، أو حتى بيؤدي أنه يصير معنا مايجرين تاني يوم كمان. فبدنا ننتبه من كمية القهوة اللي بناخذها إذا نحن أشخاص معرضين لمشكلة المايجرين. هلا من هون اليوم بدي اتحدث للاشخاص اللي قرروا هلا يظبطوا جسمهم، قرروا انه يعملوا الباكس، قرروا انه يعبوا عضل. هلا اذا نحن هلا مبلشين بهيدي الخبريه كثير منيح، واللي مبلش بهالخبريه يمكن كان مقرر انه عنده وزن زايد وبده يخسر الوزن. اول شيء بدي اقول لكم اياه انه رح اعطي كذا تب. اذا نحن بدنا نخسر الوزن نحن لازم نمرق بمرحلتين، أول مرحلة هي خسارة الوزن، وتاني مرحلة هي تربية العضل. فإذا أنا وعم بخسر وزني، خصوصا إذا عم بخسر وزن كتير، ما رح يربى عضلي. فإذا بدنا نمرق بمرحلتين، نعمل الرجيم لخسارة الوزن وبعدين بدنا نربي العضل، حتى لو نحن عم نعمل رياضة. ليش هالشيء؟ لأنه دايما لتربية العضل نحن بدنا انرجي زيادة، يعني لازم ناكل زيادة، يعني لازم يكون في كالوري زياده. بس انا وقت عم بعمل رجيم هيدا كله ما بيكون موجود، انا عم باكل كالوريز اقل. فاذا منطقيا ما بيربى العضل بهالمرحله. اوكي، فاذا نحن بنعمل رجيم بعدين بنربي العضل. هلا في اشخاص ثانيين
هن بيكون عندهم وزن زايد وبيكون عضلهم اوريدي كبير. ذا فاكت وقتها هن يبلشوا يضعفوا بيصيروا يحسوا انه العضل بين، اما بيصيروا يحسوا الباكس بينوا. فهون هول الاشخاص كل شيء عليهم يعملوه هو انه ينقصوا بالوزن. فهيدي شغله حبيت كثير وضحها للمشاهدين اللي بيتفاجئوا، الاشخاص اللي بيجوا لعندي انه عم نعمل رجيم عم نعمل رياضه ما عم يربى العضل. مزبوط، اعطوا وقت لتضعفوا بعدين بلش يربى العضل. تاني شغله بالنسبه لتربيه العضل، اوكي بلشنا نعمل رياضه، اول ست اسابيع لثمان اسابيع نحن اللي عم بيصير بجسمنا هيدا العضل عم يتمرن كيف هو بده يصير يقدر يعمل كل الحركات اللي نحن عم نتمرنه عليها، ولكن هو بخلال ست لثمان اسابيع بعد ما بلش ينمى. بعد الثمان اسابيع اذا نحن عم نعمل رياضه مضبوطه، اذا نحن عم ناكل بالطريقه المضبوطه، ساعتها ببلش عضلنا ينمى. سو بليز كمان تاني شغله، خلينا نعطي حالنا وقت بالتمرين بالاكل المضبوط، والوقت هو بعد الثمان اسابيع. هول شغلتين كثير مشاهدينا بيوقع فيهم الشخص اللي هو بلش ب انه بحب يضعف ويربي عضله، فحبيت هون انه اكون عم شدد عليهم. فاذا نحن بعد 8 اسابيع رح يبلش عضلنا ينمى. حال طب هون انا بدي نمي العضل، شو الاشياء اللي لازم اعملها؟ طبعا هون عندي بدي اتمرن، والتمرين شغله كثير مهمه، وطبعا ما في اتمرن خصوصا باول فتره غير ما شخص يكون عم يساعدني بهيدا التمرين. فاذا هون في عندنا شخص بده يساعدنا، وهون بالتمرين دائما لازم نعرف انه نحن ما كثير بدنا نتعب العضل. فإذا نحن اليوم عملنا حركات لجسمنا من ميلة الفوقانية، تاني يوم لازم نريح هيدا العضل. فإذا نحن مش كل يوم كل يوم نضلنا عم نتعبه، إلا هو ما رح ينمى، رح يكون تعبان. مشان هيك بنكون نحن دايما إذا عملنا كل الجسم تاني يوم بدنا نريح، أو نحن فينا نقسم كيف بدنا نعمل بارت من النهار بنعمل القسم الاعلى، نهار بنعمل القسم الاوطى من جسمنا. ومشان هيك نحن بحاجه لشخص خصوصا باول فتره يكون عم يساعدنا ليكون عم يعطينا كيف نحن بدنا نعمل بالرياضه. هلا بالنسبه للاكل هون، واخر شيء بدي احكي فيه اليوم عن البروتين اللي هو اهم شيء مزبوط، ولكن اوقات بس بنحكي عن البروتين وبننسى نحكي عن اشياء ثانيه. لتنميه العضل أنا لازم أكون عم بشرب مي بالطريقة المضبوطة بالكمية المضبوطة. فإذا شرب المي، إذا نحن كنا عم نقول المعدل هو 2 لتر للشخص، أوكي بس أنت عم تعمل رياضة لازم بالقليل تزيد لتر ثالث لتكون نحن أنت ما تصير ديهايدريتد أما ما ينشف جسمك. هاي شغلة. الشغلة الثانية إنه نحن لازم نتناول دهنيات جيدة. إذا تناولت أنا دهنيات الغير جيدة اللي هي أكتر شيء بالمقالة مثلا، اللي بيصير إنه نحن جهاز الهضمي بيتعب، طريقة تفكيرنا ما بتكون كتير مركزة لأنه عم نفوت إشياء هي منا صحية لجسمنا. مشان هيك هون طريقة كيف نحن عم نعمل فيها رياضة ما بتعود ظابطة. بينما إذا أنا أكلت الدهنيات الجيدة هالشي رح يكون عم يريح جسمي، هالشي عم يريحه ضد الالتهاب. مثلا عم نحكي هون على زيت الزيتون، خصوصا الناي، على الأفوكا، على السمك، على المكسرات. فهيدي شغلة كتير مهمة. تاني شيء كمان هون بدي انتقل له من الفات هو النشويات. كل ما نحن أكلنا نشويات منا مصنعة، كل ما هي كانت بالحبة الكاملة كل ما هي رح تفيدني. وطبعا برجع بالمواد الغذائيه بدي احكي عن البروتين. نحن بينت الدراسات الحديثه انه تناول البروتين اللي هو كثير اكسترا مثل ما الكثير رياضيين بيعملوا منه عم يفيد، لا بل هو مع الوقت عم يضر الكلى. فهون نحن تقريبا رح اعطي افريج انه واحد ياكل الماكسيموم هو 1.6 جرام لكل كيلو من جسمه بالنهار. يعني اذا شخص كان 70 كيلو تقريبا رح يطلع له بالنهار 112 جرام من البروتينات. هلا كيف بده ياخذهم هول؟ بده ياخذهم بانه يقسمهم تقريبا 20 جرام على 6 وقعات بالنهار، وكثير مهم تناول 6 وقعات بالنهار. حلقتنا ما بتنتهي هون لأنه موضوع الرياضة والبروتينات وتنمية العضل موضوع كتير كبير. أكيد بوعدكم بحلقات تانية بهالموضوع، وأنا رح أقولكم نهاركم مبارك، وأنا بشوفكم بكرة بحلقة جديدة.